عرفيني عليك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا داخلين الميدان وقلنا ان احنا هنبقى ايد واحده وان احنا نازلين ثوره ضد العسكر لاسقاط النظام. نتفاجئ على البوابات ان الاخوان واقفين على البوابات وحاطين صور مرشحهم محمد مرسي. لا، محدش يحط صور لمرشح ولا اي مرشح، وخصوصا الاخوان، خصوصا الاخوان، لان يحمد ربنا ان هم دخلوا الميدان. احنا اصلا الثوار، احنا الاخوان خذلونا وخانونا بما كسبت ايديهم. احنا مش بنقول غنيات، هم خانوا الثوره بما كسبت ايديهم. ليه ده رايي. الاخوان ما خذلوش التحرير، الاخوان هو اللي نصر التحرير، الاخوان هو اللي نصر التحرير. واقف بصوره مرشحه، احنا نازلين. لا وش الاخوان هو اللي نصر التحرير. خليهم يلغوشوا. بص دي طريقتهم، ان هم يعلوا صوتهم، ان هم يعلوا صوتهم، طريقتهم زي ما انت شايفه، علو الصوت، ها، وان هو يستعلى. ما ينفعش يحط صوره مرشح. احنا نازلين جهادا في سبيل الله، جهادا في سبيل الله من اجل اسقاط النظام، مش من اجل اي مرشح. عايزه اقول لهم حاجه بس هم ما بيفهموهاش. اتقوا الله اللي بيقعدوا يقولوها للناس. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، جهادا في سبيل الله. حي على الفلاح، حي على الجهاد. وكله يشيل صور مرشحه، عيب عيب. الرجاله في الميدان سبيل الله. اتجاوبوا منهم.